حين خط المجد في الأرض دروبة، عزم ترهاقة وإيمان العروبة، عربا نحن حملناها ونوبا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة الذكرى 67 لاستقلال البلاد، هذا هو موجز الأخبار. أكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو أن الحكومة عازمة على ملاحقة المتفلتين والخارجين عن القانون الذين تسببوا في الأحداث المؤسفة التي شهدتها بعض المناطق بمحلية بليل، داعيا للتعاون مع الأجهزة الأمنية لحسم الفوضى وعدم الإفلات من العقاب. وأعرب خلال مخاطبته مواطني منطقة عايشة بمحلية نيتيغا بولاية جنوب دارفور أمس عن شكره وتقديره لمواطني المنطقة الذين استضافوا ناسحي مناطق محلية بليل إبان تعرضهم لاعتداء غاشم الأسبوع المنصرم، ما أدى إلى حرق منازلهم ونهب ممتلكاتهم ونزوحهم إلى المناطق المجاورة. وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس حكومة ولاية جنوب دارفور بإنشاء ارتكازات للشرطة في المناطق المتضررة بمحلية بليل بجنوب دارفور، وقال لدى مخاطبته أمس مواطني كل من منطقتي فج الحلا وقبشة إن الأمن مسؤولية الجميع وأن الدولة ملتزمة بتأمين المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، داعياً الأهالي للتعاون مع اللجان التي كونتها حكومة الولاية للمساعدة في معرفة الحقائق وضبط المتفلتين الذين تسببوا في الأحداث. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر أن الفشل في إدارة التنوع يعد السبب الرئيسي لتأخر التنمية وللاقتتال والحرب في السودان، وقال خلال جولته التفقدية لمناطق أبو جمرة والجبال ولوكا بمحليتي كرنوي بولاية شمال دارفور إن أبناء دارفور هم الآن على قمة هرم السلطة وعليهم القيام بواجبهم الحكومي تجاه دارفور لا سيما المناطق المتأثرة بالحرب. احتفلت ولاية النيل الأبيض بافتتاح أكبر سوق للماشية بمنطقة لبن الواقع قربي مدينة كوستي، ولدى مخاطبته الاحتفال قال والي النيل الأبيض عمر الخليفة عبد الله إن الاحتفال بذكرى الاستقلال يعني مزيدا من البذل والعطاء في ميادين التنمية وتوطين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكدا أنهم ماضون مع كل القطاعات الاقتصادية في الولاية لتحريك النشاط الاقتصادي بمختلف مجالاته دعما للاستقرار الاقتصادي والذي سينعكس بدوره على مواطن الولاية. احتفلت الفرقة 22 مشاة بابانوسا بولاية غرب كردفان بالذكرى 67 لاستقلال البلاد المجيد، ولدى مخاطبته المناسبة دعا قائد الفرقة 22 مشاة بابانوسا دعا الجميع للاستفادة من ذكرى الاستقلال في الوحدة والتماسك المجتمعي والتعايش السلمي، مؤكدا تماسك القوات المسلحة والمحافظة على أمن الولاية والسودان. انتهى الموجز، السلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.